فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي والذي أخرج المرعي فجعله غثاء نحوي. سنقرئك فلا تنسي إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفي. ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى هل أتيك حديث الغاشية.